محمد أبو سلطان ولي المعز محمد أبو سلطان بسم الله الرحمن الرحيم ولي الحبيب آبائنا المهندسين المرابطين من أجل قوتي أولادكم لكم مني كل احترام وتقدير وجه رسالتي هذه التي تنطم بيد الصغيرة وقلم البصير إلى وكالة الغوث إننا لا ننكر أنكم كنتم ذخرا وسندا وأصحاب فضل علينا نعم تعلمت في مدارسكم وتعالجت في عياداتكم ولكن أليس من حقي أن أعيش في أمان وأرى مستقبلا مضيئا أمامي كيف لي أن أكل وأشرب وأبي يقول أنه سوف يضرب عن الطعام كيف لي أن أدرس وأنام وأنا لم أرى أبي منذ أكثر من 17 يوما متتالية عن أي كرامة إنسانية تتحدثون وأنتم زرعتم الخوف في قلبي الصغير نعم أنا طفل ولكن أتمنى أن تأخذوا كلام بعين الاعتبار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله يا عم كبير ابن أبو محمد أبو سلطان والآن من باب هو المدربين والشباب الذين في المناطق الشرقية يودون أن يشاركوا بهذه مساندة للمهندسين فليتفضلوا.